فببتدي ان انا ايه عاوز اعرف سبب وزن الزياده دوت علشان اقدر ان انا اتحاشى بعد كده واقي اطفالنا منه. طيب سمنه الاطفال السبب بتاعها بيتركز في حاجتين او في نتيجه سببين رئيسيين. اول سبب بتبقى اسباب مرضيه تؤدي الى حدوث السمنه عند الاطفال. تاني حاجه عادات خاطئه، ودي بيبقى السبب الرئيسي فيها. الوالدين بيلعبوا دور كبير في ان يصيبوا اطفالهم بمرض السمنه المبكره. الاسباب المرضيه للسمنه عند الاطفال بتبقى في الغالب نتيجه ثلاث حاجات. طبعا عافانا الله واياكم، بعض الاطفال بتتولد عندها مشاكل في الغدد الصماء زي الغده الدرقيه والغده الفوق كظريه. الغدد دي طبعا بتفرز هرمونات بتبقى مسؤوله، لها وظائف كتير. الهرمونات دي من ضمن وظائفها انها بتبقى مسؤوله عن سرعه التمثيل الغذائي عند اطفالنا. طيب الاطفال اللي بتتولد عندها مشاكل في الغدد الصماء دي بينتج عنها ان عندها الا في سرعه التمثيل الغذائي، وبالتالي بيبتدوا ان هم يصابوا بالسمنه. برضو بعض الاطفال عافانا الله واياكم بيتولدوا هم عندهم حساسيه على صدرهم او حالات الربو، بتبتدي الاطباء تديهم بخاخات. البخاخات دي بتبقى فيها كورتيزون، الكورتيزون دوت بيؤدي الى حدوث السمنه عندهم لان هو بيؤدي الى تراكم السوائل عند الجلد. اطفال تانية بيبقى عندها استعداد جيني او وراثي ان هم يحصل عندهم سمنه نتيجه ان الاب سمين والام سمينه، فبالتالي بيبقى القابليه ان يحصل عندهم سمنه بتلعب دور برضو مش ضئيل في الموضوع ده. تاني حاجه هنتكلم عنها في الحلقه بتاعتنا الاسباب اللي بتؤدي الى زياده. احنا قلنا دلوقتي الاسباب المرضيه، هنتكلم على الاسباب نتيجه السلوكيات والعادات الخاطئه. طيب عندنا طبعا هنا في مصر معظم الامهات او كتير من الامهات بتبتدي ان هي تعمل فيها بقى ايه عارفة وكده، فتبتدي ان هي تدخل لأطفالها في اول 6 شهور بعض الأغذية الخارجية اللي هي مش لبن الأم. ضروري هنا في النقطة دي ان انا أكد على الأمهات كلها ان الغذاء الرئيسي بل الغذاء الوحيد للأطفال في اول 6 شهور لبن الأم ثم لبن الأم. مفيش اي حاجة تدخل للطفل في اول 6 شهور غير لبن الأم. وهنتكلم عن الأضرار لو دخلنا للطفل حاجة في غير لبن الأم في الجزء الثاني بتاع الحلقة ان شاء الله. تاني حاجة برضو بتؤدي الى حدوث السمنة عند الأطفال ان سوء التغذية نتيجة عادات خاطئة او نتيجة ان الوالدين بيستسهلوا. الاسباب اللي انا هقولها دي دلوقتي لو ركزنا فيها هنلاقيها ان هي بتبقى نتيجة تقصير من الاب والام. يعني مثلا الاب والام بتستسهل، بدل ما الام مثلا تكلف الاب ان هو ينزل يشتري ب2-3 جنيه عيش فينو وتبتدي ان هي تعمل لاولادها سندوتشات قبل ما يروحوا المدرسه، لا تبتدي ان هي تدي للابن لابنها او لبنتها وهي ماشيه فلوس. تبتدي الاطفال بدل ما تاخد سندوتشات معموله في البيت فيها فايده صحيه وما تؤديش الى حدوث السمنه تروح تشتري مواد او اغذيه فيها مواد حافظه او اغذيه خارجيه مش معموله في البيت مليئه بالسموم بتؤثر على الجهاز الهضمي للاطفال وبتؤثر على الجهاز المناعي وبتؤدي الى حدوث السمنه. برضه من الاسباب اللي الاب والام بيبقوا مقصرين فيها جدا وبتؤدي الى حدوث السمنه عند الاطفال ان الاب والام بيستخدموا الطعام كوسيله للثواب والعقاب، وده شيء خطير جدا 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 لان هو بيوصل للطفل في عقله الباطن او في الادراك بتاعه ان الاكل ده حتى لو بيعمل لي ضرر بيؤدي بيخلي الطفل في عقله الباطن او في الادراك بتاعه ان هو خلاص عاوز الاكل ده مهما كان حتى لو مش طعمه حلو لان الوالدين وصلوا له الطعام كوسيله للثواب والعقاب. هنخرج دلوقتي نشوف تقرير عن السمنه ونرجع لحضراتكم تاني. إقليميون الأثر النفسي للسمنة عند الأطفال على المدى البعيد وهو في كثير من الأحيان عامل لا يقدر حق التقدير، ويقول الخبراء من المحتمل أن يكون هذا الأثر منهك للجسم إذا لم يعالج. رجعنا لكم مرة تانية وبنكمل موضوعنا عن الأسباب اللي تؤدي إلى حدوث السمنة عند الأطفال نتيجة العادات الخاطئة. احنا كنا بنتكلم على التقصير اللي بيحصل من الاب والام وبيؤدي الى ان انا بعود طفلي على عادات خاطئه تؤدي الى حدوث السمنه عنده. من ضمن العادات دي ان الاب والام لما بيكون اولادهم عاملين لهم صداع ولا حاجه فبيبتدوا ان هم يوزعوهم فيضغطوا عليهم ان هم يناموا، والكلام ده بيؤدي الى زياده عدد ساعات النوم عند الاطفال. المفروض ان الطفل الطبيعي ينام من 6-8 ساعات يوميا. لو عدد الساعات دي زاد بيؤدي الى ان سرعه الحرق عنده بتقل وبالتالي بيؤدي الى حدوث السمنه عند الاطفال.
برضه من ضمن الاسباب نتيجه العادات الخاطئه اللي بتؤدي الى حدوث سن عند الاطفال. كنا زمان لما بنيجي نقضي وقت فراغنا في النشاط الرياضي في المدرسه، ننزل نلعب كوره، نلعب سباحه وهكذا. دلوقتي الطفل وسيله الترفيه بتاعته ما بتخرجش بره ثلاث حاجات، يا اما قاعد قدام الكمبيوتر لفترات طويله، يا اما قاعد قدام التلفزيون لفترات طويله، يا اما قاعد قدام التاب او الموبايل. الحاجات دي طبعا بتؤدي الى ان الاكل اللي بياكله ما بيتحرقش، وبالتالي بتؤدي الى حدوث سمنه عند الاطفال. في برضه سبب رئيسي مهم جدا جدا بيؤدي الى حدوث سمنه عند الاطفال، وهو عدم اهتمام الطفل او عدم اهتمام الوالدين ان هم يخلوا الطفل يهتم بوجبه الفطار. وجبه الفطار دي طبعا هنتكلم عنها بالتفصيل قدام شويه في الحلقه علشان نقول اهميتها، ونقول وجبه الفطار بالنسبه للاطفال مستحب تكون ايه. فضروري طبعا ان احنا نخلي الاطفال تهتم او تركز على وجبه الفطار. اتكلمنا كده